من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد، أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق. الحديث طويل عن المحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بين من ينكر وجوده أصلاً وبين من يقول بولادته ووفاته في حياة جده رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإثبات كونه سقطاً يحتاج للكثير من المؤونة. وأكتفي ببعض الإشارات. البعض ينكر وجود المحسن. الإربلي وأئمة العلماء والعقلاء على نفي المحسن. على نهج المفيد والطبرسي والأئمة المعتبرين، قد اختار الإربلي نفي وجود المحسن، حيث بين في كشف الغمة الجزء الثاني أليف إن العلماء الأئمة المعتبرين قد نفوا وجود المحسن. قال من كتاب صفوة الصفوة وغيره من تأليف الأئمة المعتبرين أن أولاده الذكور 14 ذكرا، الحسن والحسين عليهما السلام، وأبو بكر والعباس، وعثمان وعمر ومحمد الأوسط. باء عن غير العلماء ممن لا يستحق الذكر، قال وذكر قوم آخرون زيادة على ذلك، وذكروا فيهم محسنا كان سقطا. جيم على سيرة العقلاء، فقد اختار قول الأئمة المعتبرين وبنى عليه، حيث قال فالحسن والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم، هؤلاء الأربعة من الطهر البتول فاطمة بنت رسول الله عليه وعليهم الصلاة والسلام. وللكلام بقية. الصرخي الحسني.